والآن نصل معكم لمساحتنا المخصصة لانطلاقة العام الدراسي والأكاديمي الجديد. وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية كلمة بارك فيها الطلبة والعاملين في القطاع التعليمي العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024. وأضاف سموه: ننطلق معا في رحلة تعليمية جديدة مليئة بالفرص، وكلنا ثقة بأن هذا العام سيشهد تقدما ونجاحا في مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا التعليمية والتطويرية لأبنائنا الطلبة، متمنيا للجميع عاما دراسيا ناجحا ومثمرا.